هي فرحة عاشتها عشيرتان سوريتان، ولكن ليس على الأرض السورية، إنما في لبنان وتحديدا في مخيم مرج الخوخ في مرجعيون التي نزحوا إليها نتيجة الأزمة في بلادهم. وعلى رغم سوء الأوضاع المعيشية التي تواجهها العائلتان، إلا أنهما نظمتا عرساً جمع التراث وتقاليد الزواج السورية، وهي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يدخل فيها شاب وشابة سوريين القفص الذهبي على أرض المخيم. اليوم يعتبر أحلى يوم في حياتي، لأنه له نكة أحلى من الأيام الماضية، وبنفس الوقت فيه حرق شوي. الولد قبل ما بيكون عند أهله، بس يتجوز بصير بعالم تاني. لو كان بسوريا كان أحلى. بسوريا كان أحسن لي؟ أحلى، كان أحسن. مناسبة الفرح هذه انعكست إيجابا على أجواء المخيم. فرح والله منيح، وجود الله، وجود الأحبة، أجواء كويسة جدا يعني، وفرحانين مبسوطين إحنا والقرايب، ويعني شيء بسيط يعني، الله يهدينا الوضع ونرجع على بلدنا ويصير الوضع هناك أحسن يعني. أجواء الفرح وحلقات الدبكة أعادت إلى النازحين ذكريات عاشوها في بلادهم التي أملوا في العودة إليها قريبا.